حقيقي يوم ما رحت على المستشفى وقلت للدكتور برغم كل مخاطر العملية أنا بدي أعمل عملية، لأني كنت واثقة إنه راح تمشي في الآخر مشيئة الله، فحسيت إنه خلص بدي أعمل العملية واللي يصير يصير. وكان كنت متوقع انه يردوا علي انه بدنا نعمل العمليه، كنت مصلي قبل بيوم يا رب لتكن مشيئتك، شو ما كان قرار الاطباء راح يكون هذا هو جواب من السماء لإلي انه هذا صوتك اعمل العمليه او لا. بس كان عندي شعور انه ممكن يقولوا، يعني 99% راح يقولوا راح نعمل العمليه. اتصلوا فينا وقالوا احنا مش راح نعمل العمليه لانه في عندك سرطان في الرئه، وسرطان الرئة أول على تالي هذا السركوما في الرئة ما بعطي مجال للحياة، 3 أشهر ماكسيموم 6 أشهر بقضي على الإنسان وبموته. فعشان هيك رفضوا يعملوا عملية. بس أنا لو تشوف شعور السلام والفرح العجيب اللي غمرني. واحدة تانية أو مفروض يعني لازم هيك يصير إنه خلص راح الأمل نهائيا في إنه الطب يساعدني. كان لسه عندي شوية أمل في العملية، ردوا وقالوا لا نهائيا نقدرش نساعدها. شو يعني؟ يعني أنا لازم أستنى إني أموت. بس ما كنتش خايفة، أجاني شعور بالسلام العجيب. كتبت إنه كنت مزبوط محتارة، بس في نفس الوقت إنه أكيد للرب في حل تاني، مش هون النهاية، مش الطب اللي بحط النهاية لحياتي، أكيد الرب في إله خطة تانية لحياتي. حتى جد يوم ما كتبت عندي غموض وتشويق، أنا متشوقة أشوف شو خطة الرب، أشوف شو حل الرب، هيك بستنى بشوق بشوق، يعني حقيقي من كل قلبي أكيد الرب محضر خطة تانية. يعني وهذا الاشي اجى من ثقة انه هو صالح، انه انا بنته، انه انا مش متروكة عمانوئيل، الله معنا ولا يمكن يتركني. شو ما يحكي الطب الكلمة الاخيرة للرب. هذه المشاعر اجتني لانه انا عارفة انه في خلال رحلتي كلها من 2.5 سنين تقريبا مع السرطان واقصى نوع سرطان، ولا يوم كنت متروكة.